بكل فرح قسمناه حبه الكبير للسيارات القديمة. إنه العم طريف إبراهيم بقسنطينة، الوحيد الذي يملك أزيد من 30 سيارة من النوع القديم، ومع كل سيارة قصة خاصة. بالصغر نسوق بطاريات الفلاحة، نسوق 66 بالدي سيس أمريكا وديكات وجاندر وشارميل. أول سيارة شريتها ب 350 253 في 71 شريتها، وشريت واحدة أخرى لا 11 بي شريتها من عند واحد يقولوا برمادا من مدام روك. المهم شريت هذاك الوقت ب 180,000. كل صباح نجي نطلع عليهم ونشوف كش ما نلقى واحد يسهل وكش ما واحد على الغبار على كذا. شريت الطوموبيلات. قيمة السيارة عنده لا تساوي أموالا باهظة، وإنما هي باهظة عند الغير، إلا أن قيمتها الفعلية معنوية عند هذا العم. كاين البيجو، كاين سيتروان، كاين فورد أمريكا، كاين أوكسفاغن كوكسينال. هذوك هنا في التسعينات وليت نشري كسع لي كاركاس، نشري يمشي فاهم لي شاري فيها، يمشي بزز ملاي فيها، يمشي ب 30 مليون فيها، يمشي عندك شريت لي جنسيات، شريت لي جيبوليس دودج أمريكان ذاك ثاني. يمنع لأي كان أن يلمس قطع غيار هذه السيارات، فقط العم إبراهيم القادر على إصلاح عطبها منذ سنين. الميكانيك أنا نخدم الصور، نخدم ثمانية صغير، نخدم بالماتريال تاع الفلاحة. وفي السبعين شاف ماتريال، شاف ماتريال 80 شاف دو بارك برانسيبال سان تي في نقل المسافرين. سما كنت مالاتولي ميكانيك، سما تعلمت هكذاك يعني. ولا من ميكانيك ذوك نخدم وحدي أنا كامل. تاع الماتريال القديم هذا كامل نخدمه انا وحدي. ونظرا لقيمتها التاريخيه، لم يبخل العم ابراهيم على صناع الافلام الثوريه في استخدام مثل هذه المركبات على اختلافها. تجربوا بها فيلم تاع بالعربي بالمهيدي ربي يرحمه، قدام الطريق نروحوا بها من القسنطينه، تمشي وتجي تمشي نورمال. ايه نروحوا نتورنوا بها الفيلم ونجيو. عندك هي القديمه وكاينه لا فيفا 4 ولا فيفا ستيل 34. هم كي يحتاجوهم يديو السانك جوي ولا في المولا كذا، يعني مليحة ومليحة البلاد. بعد حنا قلنا نحديه معايا كي نموت، يا ما نديهمش معايا، خليهم ما قاعدين يسمو تيرو بيهم ولا يديرو بيهم في شطاس. ستبقى فيفا 4، فيفا ستيلا، وكذلك 201 و 402 وغيرها من أنواع السيارات القديمة والقديمة جدا هنا بحوزة هذا الفنان المبدع عم إبراهيم طريفي، الذي حافظ عليها منذ عام 1933. راضية بالجدوي لقناة الجزائرية وان، المدينة الجديدة قسنطينة.